أهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم الأستاذ زكي الشعلة في دورة موهبة المستوى الأول للصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي. الآن في هذه الحصة الثامنة أو الدرس الثامن، الاختبار التجريبي الثالث، وهو 25 سؤال. الآن نجرب الآن السؤال الأول، نبغى نشوف الآن. يلا يا تالية اقرأي السؤال. الآن صارت عندكم خبرة في كيفية طريقة الاختيار الإجابة الصحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام يا أهل بنت تالية. اقرأي السؤال يا تالية وجاوبي على السؤال وقولي لي ليش. جاوبي على السؤال دامة وقولي لي طيور ليش. يلا. أفعى زواحف. اقرأي السؤال. أي سؤال؟ الآن سؤال رقم واحد يقول لنا نظلل نعامة طيور أفعى، ما هي الإجابة؟ اقرأي الآن، اقرأيها الآن. الإجابة لماذا؟ زواحف. ليش؟ ليش اخترتي زواحف؟ لأن الأفعى تزحف. نعم، النعامة من وين؟ النعامة من الطيور، صح؟ تصنف إيه؟ من الطيور، من فئة الطيور. والأفعى من فئة مين؟ من فئة مين؟ الزواحف. من فئة الزواحف. أحسنتي. إذن تكون النعامة ممتازة يا تالية. إذن النعامة من فئة الطيور، وأيضا الزواحف من فئة، أيضا من فئة، أيضا الأفعى من فئة الزواحف. جميل، أحسنتي. لو قال لنا الآن النعامة طيور، بعدين كتب لنا جرادة، جرادة تصير إيش إجابتها؟ ما هي الإجابة لو قال لنا جرادة؟ لو قال لنا جرادة بعوض. أي بعوض من البعوض الجرادة؟ جرات. حشرات. نعم، من الحشرات، تكون من الحشرات. حشرات. أيوة، الجرادة تكون من الحشرات. جميل، واضح؟ تمام. إذن هنا الفئة. يلا نروح إلى السؤال اللي بعده. قال لنا في السؤال اللي بعده، يلا مين؟ يلا يا حنين، السؤال اللي بعده، سؤال اثنين يا حنين. نعم، اقرأي السؤال اللي بعده، سؤال اثنين يا حنين. المرادف للكلمة السخي. أحسنتي. ما هو اقرأي الإجابات وقولي لي لماذا اخترتي الإجابة التالية. البخيل، نعم، الحريص، الجائع. أحسن، الجائع، الكريم. نعم. الإجابة دال، الكريم. لماذا؟ ليش اخترت الكريم؟ ليش؟ لأن السخي يكرم على الناس. أحسنتي، لأن السخي معناها الكرم، وكلمة المرادف يعني معناها نفس المعنى. نفس المعنى. أحسنتي، كلمة المرادف نفس المعنى. لازم أركز على هذا المطلوب. قال لنا المرادف يعني معناها نفس المعنى. إذن المرادف لكلمة السخي وهو الكريم. لو قال لنا يا حنين، لو قال لنا عكس كلمة سخي، ما هي الإجابة؟ لو قال لنا عكس البخيل. أحسنتي، تكون البخيل أو الحريص. جميل، أحسنتي، شكرا لك، شكرا لك يا حنين. يلا السؤال اللي بعده، أحمد مصطفى مبارك، رقم ثلاثة. يلا السؤال اللي بعده، أحمد مصطفى مبارك، نعم. أقرأ سؤال ثلاثة. ترتيب الفصول الأربعة: شتاء، ربيع، خريف، صيف. ربيع، صيف، خريف، شتاء. خريف، صيف، ربيع، شتاء. شتاء، صيف، ربيع، خريف. ما هي الإجابة الصحيحة؟ دال. يصير دال. هل من بعد الشتاء يأتي الصيف على طول؟ أنت تقولي دال، هل من بعد الشتاء يأتي الصيف على طول؟ من متى يأتي الصيف؟ لا لا، دقيقة. أيوة، متى يأتي الصيف؟ أولا إذا صار شتاء قوي، بعدين يصير خفيف يعني ربيع،
بعدين بعدين الصيف الصيف بعدين الخريف. بعدين الخريف، يعني إذا تكون الإجابة في هذه المسألة فقرة مين؟ فقرة مين؟ با. فقرة ب. لازم انتبه للترتيبات على الأجواء، أشوف الجو الآن ربيع بعدين صيف بعدين خريف بعدين شتاء. جميل الإجابة. يلا السؤال الرابع، يلا يا عبير. أو مو عبير، هنا عندنا فاطمة الحايكي، نغير اسمها فاطمة الحايكي، أيضا نغير فاطمة المبدعة الحايكي. يلا زين، يلا فاطمة، فاطمة الحايكي اقرأي سؤال أربعة. نعم اقرأي سؤال أربعة يا فاطمة حايكي. إذا كان الطحين بترولا وكان الماء يستخدمه للحياة، فأن الطحين يستخدمه لماذا؟ هنا طبعا للماء. سؤال غير منطقي صح؟ هنا لاحظوا هذا سؤال غير منطقي، أصلا مستحيل يفيد الطحين بترول. تعرفي وش معنى بترول يا فاطمة؟ تعرفي وش معنى بترول؟ نعم. معنى ما هو البترول؟ نعم. نقدر نشرب البترول؟ إحنا نقدر نشربه؟ لا لا، لأنه خطير. إذن البترول مثل البنزين، من محتويات البترول أيضا عندنا، أقول من منتجات البترول البنزين. وإذن هذا الطين يقول لنا لو كان إنه بترول وكان الماء يستخدم للحياة، هذا صح، الماء يستخدم للحياة. إذن الطحين ماذا يستخدم؟ إذا أعطاني سؤال غير افتراء غير واقعي، سؤال غير واقعي، ما إذا يستخدم الآن إذا كان الطحين بترولا في ماذا يستخدم؟ للوقود. يا سلام عليك يا شطورة، للوقود وليس للبناء. إذا كان السؤال حقيقي فيكون للبناء، ولكن لأنه سؤال افتراضي فكان للوقود. شطورة ممتازة. يلا سؤال خمسة، يلا يا حسين الشعلة سؤال خمسة. يلا يا حسين أقرأ سؤال خمسة. الكلمة الشاذة فيما يلي: نعامة، حمامة، عنبة، دجاجة. نعم، ما هي الكلمة الشاذة؟ لا ليه صاير عندك ضجة؟ مشغل الأشياء، مشغل اليوتيوب أو مشغل البرنامج، صاير ضجة عندك؟ لا مو مشغل شيء. مو مشغل شيء؟ ايوه. الكلمة الشاذة، ما معنى الكلمة الشاذة؟ يعني معناها الكلمة المختلفة. مين؟ نعامة تطير، حمامة تطير أو من الطيور، ودجاجة من الطيور. إذن من هي الكلمة الشاذة يا حسين الشعلة؟ أرنبة. أرنبة، جميل أحسن. إذن كأنك أنت قاعد في فضاء، قاعد في الفضاء أنت يا حسين، الله يسعدك إن شاء الله. يلا السؤال ستة الآن، سؤال ستة. يلا يا سلطان جهني، يلا يا سلطان ماجد أقرأ سؤال ستة. نعم أستاذ. أقرأ سؤال ستة يلا. إذا وصل حسن قبل مازن وبعد سعيد وقبل عبد الملك، أيهما يصل أولا؟ أحسنت، أيهما يصل أولا؟ مين؟ مرة واضح. مين الإجابة؟ سعيد. سعيد أكيد. كيف عرفت سعيد؟ وصل حسن عشان أيوة قبل شوف. مازن. أيوة، نقول حسن وصل قبل مازن، هذا مازن وهذا حسن، ولكن وصل بعد سعيد، يعني سعيد قبل، وقبل عبد الملك، يعني عبد الملك أيضا. أيهما يصل أولا؟ هو سعيد. أحسنت، الإجابة صحيحة، الإجابة تكون فقرة ألف. رائع، جميل، أحسنت، جميل. يلا السؤال السابع الآن، يلا السؤال السابع مين؟ يلا يا عبد الحكيم سؤال سبعة. يلا يا عبد الحكيم سؤال سبعة يا عبد الحكيم. الصديق وقت ألف الضيق. أيوة. الفرح بعدين جيم. جيم السعة. نعم. دال المدرسة. ما هي الإجابة؟ الإجابة هي ألف الضيق.
يا سلام، تعرف هذا المثل؟ هذا المثل مشهور ومعروف، يقال أن الصديق وقت الضيق. جميل، لأن إذا ضاقت بالإنسان عند أصدقائه يساعدوه، فإذا الصديق وقت الضيق. هذا المثل لازم تعرفوا أولادي وبناتي، إن بعض الأمثال تجيكم أيضا في الاختبار. جميل، شكرا يا عبد الحكيم. يلا يا فارس المرزوق، سؤال 8. فارس أقرأ سؤال 8. أهلا فارس، الحمد لله على السلامة يا فارس. على أقرأ سؤال كلمة ثمانية. دلو بالنسبة لكلمة ولد مثل 179 بالنسبة إلى ألف أو باء أو جيم أو دال. ما هي الإجابة؟ باء. كيف عرفت؟ تخيلت أن الداء 9 وتخيلت اللام 7 وتخيلت الواحد واو. جميل جميل ولد. جميل، هنا مين اللي تبدل الآن؟ أحسنت، شكرا شكرا لك ولدنا. هنا اللي تبدلت مين؟ عندنا دال وعندنا الواو، أول حرف وآخر حرف تبدلوا، دال وواو. شوف الآن تبدلوا. هنا أيضا أروح أبدل الأرقام، البداية اللي في النهاية أخلي في البداية، ولا في النهاية في البداية أخلي في النهاية، يعني يكون بدل 179 فيكون لنا 971. إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة ب. رائع، جميل، أحسن. يلا السؤال التاسع الآن. مين السؤال التاسع عندنا؟ يلا يا فاطمة جاسم، سؤال 9. أقرأ سؤال 9 فاطمة جاسم. أختار العدد الذي يجعل الجملة عددية. أيوة، يساوي 30. هنا ما هو العدد اللي أوضعه في المربع الفاضي علشان يصير عندي المجموع 30؟ أروح أجمع أولاً، أجمع 9 + 7، كم الجواب؟ أحد يعرف 9 + 7 كم الجواب؟ 16. الجواب 16. بعدين أروح أنقص 30 - 16 وأطلع الجواب. يلا 0 - 6 يصير 14. أحسنت، 14. نستلف، يصير 10 - 6 الجواب 4، 2 - 1 الجواب 1. إذن تكون الإجابة في هذه المسألة فقرة مين؟ الإجابة فقرة ب. رائع، أحسنتم. يلا السؤال العاشر الآن، واضح يا أولاد؟ يلا السؤال العاشر، يلا محمد الناصر، سؤال 10 يا محمد الناصر. أقرأ سؤال 10 يا محمد الناصر. 2 كيلوغرام من المنجان. من المنجا 14 ريال. من المنجا، أيوة، من المنجا 14 ريال. بعدين واصلي. 5 كيلوغرام من المنجا. يلا الحين عطاني إنه 2 كيلوغرام قيمته 14 ريال، يعني 2 ضرب كم علشان طلعت 14؟ 2 ضرب كم علشان طلعت 14؟ يعني الكيلو الواحد كم قيمته؟ 7 ريال. أحسنت، 2 ضرب 7 يطلع 14. إذن أروح أضرب أيضا 5 ضرب مين؟ ضرب كم؟ ضرب 7. 5 ضرب 7 كم الجواب يصير يا أولاد يا بنات؟ 35. 35، جميل جميل، أحسنتم. يلا يا مريم ياسين، أقرأ سؤال 11 يا مريم ياسين. أي مما يعد موارد يلي طبيعية. أي مما يلي، أيوة، مما يلي يعد موارد طبيعية غير متجددة. غير متجدد، أحسنتي. باء الهواء، جيم نبات، دال الفحم الحجاري. ما هي الإجابة تعتقدي؟ دال. أحسنتي، نعم، جميل، فقرة دال. الماء دائما مورد طبيعي صح ولكن يتجدد، والهواء مورد طبيعي ويتجدد، والنباتات مورد طبيعي ويتجدد، أما الفحم الحجري يحتاج إلى سنوات طويلة
لكي يتجدد. إذن الفحم الحجري مورد طبيعي غير متجدد. يلا السؤال اللي بعده سؤال 12، نرجع إلى أولادنا اللي حلوا من البداية. يلا نروح إلى حنين. أقرأي حنين. أسيل قرأت يا أسيل؟ خلصت أسيل؟ نعم. يلا يا نعم. حنين أقرأي السؤال. الحيوان الذي لا يبقى أي فرد من نوعه يسمى ماذا يسمى؟ ميتاً. ميتاً راحلاً منقرضاً لا شيء منها مما ذلك. مما ذكر. مما ذكر. الإجابة إيش؟ منقرضاً. أحسنتي، يسمى منقرضاً لأن أي حيوان لا يبقى من سلالة شيء يسمى منقرضاً. شكراً يا حنين، شكراً يا شطورة، ما شاء الله عليك. يلا يا أحمد مصطفى مبارك أقرأ سؤال 13. ما الشكل الناقص ليكمل الشكل؟ مربع ومربع وداخله دائرة، بعدين مثلث وسداسي. أيوة جميل. عندي أنا هنا هذا الشكل اللي بالأبيض، شوف الشكل اللي بالأبيض، أريد نكمل هذا الشكل. هل نضع مثلث؟ لا. هل نضع سداسي؟ لا. هل نضع بيضاوي؟ لا. هل نضع دائرة؟ ايه. نعم، الإجابة تكون فقرة مين؟ فقرة دال. جميل، أحسنت أحسنت يا محمد مصطفى. يلا يا شطورة فاطمة الحايكي اقرأ السؤال اللي بعده رقم 14. نعم. اقرأ السؤال 14. تساعد العظام المجوفة الخفيفة الطيور على الطيران، با وضع البر، جاء المحافظة على الدفء، جاء التنفس. يلا ما هي الإجابة؟ التنفس. أوه، لأن فيها عظام تروح تتنفس زين، صح؟ تعتقد كده يا فاطمة؟ أنا 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 الآن هذه العظام، لماذا العظام؟ العظام المجفف أنا للطيران. للطيران. أيوة الطيران ما له شغل في التنفس. ما له شغل في التنفس. طيران. أي الإجابة ما هي يا فاطمة حايكي؟ الطيران. الطيران شطورة، لأن العظام الموجودة في العصفور عظام خفيفة، ولهذا العظام يطير 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 علشان أيضا يكون تساعد على الطيران. إذن تساعد على الطيران. جميل. يلا السؤال اللي بعده. يلا يا مراد علي. مراد. العلاقة بين الفنجان والقهوة مثل العلاقة بين، يلا الآن، الفنجان والقهوة. جميل. إنه ما هي العلاقة بين الفنجان والقهوة؟ إن عادة إحنا نضع القهوة في وين؟ في الفنجان، صح؟ نضع القهوة في الفنجان. إذن ما هي الإجابة؟ باء. نعم، هنا لازم انتبه إلى اتجاه الجواب. هنا قالينا القهوة نضعها في الفنجان أو في الفنجان القهوة، إذن تكون الإجابة فقرة باء. جميل، أحسن. ليش اخترت يا مراد باء؟ لأن الشاي يوضع في وين؟ في الكوب. الكوب. أيوة، هنا قال لنا شاي وعصير، غلط. طعام وصحن، غلط. هنا الطعام والصحن صحيح أيضا، ولكن ما هو السبب؟ ليش غلط ما اخترناها؟ ليش؟ ليش ما لأن هذا صحن وهو يقول كوب. أيوة أي ممتاز، بس هنا لأن عكسها معكوسة، لاحظ، لأن هذه معكوسة، الطعام في الصحن، هنا لا، بقى هنا ذكر الإناء أول، ذكر الفنجان، ذكر الكوب أول. ليش أيضا هذه خطأ العصير؟ أيضا لأنها معكوسة. انتبهوا الآن يا أولاد، إذا جت لكم معكوسة لابد تنتبهوا الإجابة الصحيحة. مهم جدا الاتجاه والعلاقة. ممتاز، أحسنت يا مراد، شكرا يا مراد. يلا يا تاليا. يلا يا تاليا اقرأ سؤال 16. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بالشطورة. قولي سؤال 16. عدد المثلثات في الشكل الآتي.
أيوة، نبغى نوجد المثلثات الآن. أنا مثلثاتهم أربعة. حسبتيهم أربعة؟ نشوف، هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة، وهذا أربعة. إذن عدد المثلثات الصغيرة أربعة، صح؟ نروح إلى المثلثات الكبيرة الحين. يلا باللون كبيرة. الثاني الكبيرة. ما هي المثلثات الكبيرة؟ انتبه الآن. كيف؟ انتبه الآن، شوف المثلثات. هذا واحد الكبير، يعني خلينا أسوي بالخط الحين، نسوي لكم أيضا هذا الآن. لاحظ هذا مثلث، هذا كبير، حلو. وبعدين المثلث الثاني أيضا، هذا أيضا كبير. بعدين والمثلث الثالث والمثلث الرابع. إذن صاروا عندنا أربعة وسط، صح؟ عندنا صاروا أربعة وسط، اللي هو الكبار يعني الكبير. الآن هل يوجد مثلثات أخرى؟ لا. إذن كم الإجابة؟ كم؟ ثمانية. أحسنت، ثمانية. أحسنت. إذن عدد المثلثات الجواب كم يصير؟ ثمانية. جميل. يلا السؤال اللي بعده، يلا يا عبد الحكيم. سؤال 17، يلا يا عبد الحكيم. إذا كان الحصان يصطاد النمر والأسد الشجاع، فإن الحصان ألف صريع، باء جبان، جيم جميل، دال مفترس. ما هي الإجابة؟ هنا الحصان، أيوة، دال مفترس. يا سلام، الإجابة هي دال. نشوف، قال لنا أن الحصان يصطاد النمر، وهذا سؤال غير واقعي، غير صحيح. أن هذا الافتراض غير صحيح، غير واقعي. الحصان ما يصطاد النمر، ولكن هو افترض. وقال لنا أيضا، جاب لنا جملة حقيقية، أن الأسد شجاع. إذا الحصان يصطاد النمر، يعني معناه أن الحصان مفترس. إذا تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة دال. جميل، أحسنت يا عبد الحكيم، رائع، شكرا. يلا نروح إلى مين عندنا؟ يلا يا حسين الشعلة، أقرأ سؤال 17 أو اللي بعده يمثل الجدول. أقرأ سؤال يمثل الجدول، أقرأ. أهم شيء ما تكون في الفضاء، أهم شيء ما تكون في الفضاء. يلا أقرأ. يمثل الجدول التالي نسبة عدد الألعاب السالفة في مصنع الألعاب خلال ساعات الدوام المسائية 4 ساعات. إذا علمت أن المصنع ينتج 100 لعبة في الساعة، فأجب عن الأسئلة 18 19 و20. جميل جميل، أحسنت، قراءتك جميلة أيضا. هنا المصنع ينتج كم لعبة؟ ينتج 100 لعبة، صح؟ ولكن هناك ألعاب تالفة في كل يوم، يعني في الساعة الأولى لاحظوا في عندنا ألعاب خربانة، وهو الأربعة، يعني بقى كم من الصاحي؟ أحد يعرف؟ إذا كانت 4 ألعاب تالفة، يعني كم واحدة باقي صاحية؟ باقي كم صاحية؟ كم؟ لأن كل يوم ينتج 96، صح؟ وإذا كان عندي 6 ألعاب أيضاً تالفة، باقي كم من صاحي؟ كم يصير؟ 94. جميل. إذا 12 لعبة تالفة، باقي كم من الألعاب السليمة؟ 88. رائع. 28 لعبة تالفة، إذا كم لعبة أيضاً غير تالفة؟ 72. يا سلام عليك يا شاطر يا جميل. إذن الإجابة 72، أحسن. إذن هذه الألعاب السليمة وهذه الألعاب التالفة. السؤال، أقرأ السؤال 18 يا حسين الشامل. عدد الألعاب السليمة خلال الساعة الأولى من الدوام المسائي هي، يلا، كم؟ 96 لعبة. كم؟ 96 لعبة. 96 لعبة. جميل، الإجابة فقرة ب. لاحظوا هنا أن الإجابة في الساعات الأولى السليمة 96،
أحسن، شكرا يا مبدع. يلا يا سلطان جهني رقم 19. نعم أستاذ. اقرأ سؤال 19. في أي ساعة من الساعات الدواء المسائية ينتج المصنع أقل عدد من الألعاب السليمة؟ في أي ساعة؟ لاحظوا هنا الألعاب السليمة اللي موجودة بالإطار الأحمر، هذه الألعاب السليمة. الآن في أي ساعة يكون أقل؟ الساعة الرابعة. يا سلام عليك، جميل يا جميل، في الساعة إيش؟ الرابعة. إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة دال. أحسنت راية. يلا السؤال اللي بعده أيضا قالينا كم عدد، السؤال اللي بعده مين؟ يلا يا فارس المرزوق، يلا يا بطل، سؤال 20 يا بطل فارس مرزوق. أستاذ أقرأ سؤال 20. عدد الألعاب التالفة خلال ساعات الدوام المسائية. أحسنت، يبغى مين الحين؟ يبغى عدد الألعاب التالفة. أنا عندي، يلا كيف أوجد عدد الألعاب التالفة يا فارس؟ أعدهم كلهم. أعدهم كلهم صحيح، جميل. يلا نجمع 4 و6 كم صاروا؟ 10. 10، وهنا عندنا 12 و 28 صاروا 40. 40 مع 10 كم صاروا؟ 50. 50، الإجابة تكون فقرة مين؟ فقرة ب. جميل، أحسنتم، أحسن، بارك الله فيك. يلا السؤال اللي بعده، يلا يا مين؟ يلا يا فاطمة مبارك، فاطمة جاسم، يلا يا فاطمة جاسم، سؤال 21 يا فاطمة جاسم. نعم أقرأي سؤال 21. إذا كان الترس ألف اتساع ف. أيوة، في اتجاه عكس عقارب الساعة. أيوة الساعة، جميل. فإن الترس باء يدور في اتجاه، أيوة يدور في أي اتجاه؟ لاحظي الآن هذا الترس يدور عكس عقارب الساعة، صح؟ يتجه في عكس عقارب الساعة. طبعا إذا كان هذا يدور، إيش بيصير في هذا الترس؟ هنا وإيش بيصير في هذا الترس؟ يدور بهذا الشكل، صح؟ إذن هل يدور الترس الثاني في عكس عقارب الساعة أو لا يدور، أو مع عقارب الساعة؟ تعرفوا الساعة كيف كيف الآن تدور الساعة؟ تعرفوا الساعة كيف تدور؟ هذه مثلا، هذه ساعة الآن، شوف الآن هذه ساعة، وعندي شوف بعلمك الآن الساعة كيف الاتجاهات. الساعة عندك أنت ساعة؟ عندك... أيوة هذه ساعة. إذا أنت عندك ساعة في البيت أو تشوف ساعة في البيت على هذه الشكل، شوف هذه ساعة الجميلة، رسمت لكم ساعة جميلة حلوة مرة. الآن هذه ساعة زين، وهذه الساعة الجميلة. الآن نبغى نوجد نرسم العقارب الساعة. شوف الآن عقارب الساعة، عقارب الساعة إذا عندي عقرب كبير وعندي أيضا عقرب وإيش؟ صغير. حلو. الآن الساعة كم الآن فيها هذه الساعة؟ الساعة كم؟ أحد يعرف؟ الساعة 3. جميل، الساعة 3. الآن الاتجاه كيف نعرف الاتجاه؟ إذا كان الاتجاه مع عقارب الساعة، يعني تدور هالساعة على هذا الشكل، هذا نسميه اتجاه عقارب الساعة، اتجاه عقارب الساعة. وأما إذا كان بهذا الاتجاه نسميه عكس عقارب الساعة. هنا مع، هنا عكس. الآن عندي هذا الترس، إيش يصير؟ هذا الترس يتجه بهذا مع الاتجاه. عقارب الساعة تكون الإجابة مين؟ مع عقارب مين؟ الساعة. إذن تكون الإجابة مع عقارب الساعة. جميل، أحسنتم. إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة ألف. رائع. يلا السؤال اللي بعده، سؤال 22. السؤال 22
جدور محمد الناصر. يلا يا محمد الناصر اقرا سؤال 22. اقرا سؤال 22. لا تشغلوا الكاميرا يا اولاد يا بنات، انتبهوا. اسبوع يوم واحد سبع ثلاثين عشرة سبعة ثلاثمية وخمسة وستين سبعة. يا ما هي الإجابة هنا؟ قال لنا أسبوع وأعطاني يوم، وإذا هنا ما هي الإجابة في علامة الاستفهام؟ سبعة. يا سلام عليك، ليش؟ لأن الأسبوع سبعة أيام صح؟ إذا الأسبوع سبعة أيام فيكون سبعة. إذا قال لنا شهر، لو قال لنا هنا شهر غير لنا وكتب لنا هنا، قال أنا أبغى أشيله وأحط شهر، شهر يصير كم الإجابة؟ الشهر كم يوم يا أولاد يا بنات؟ ثلاثين. ثلاثين، بس لكنما قال لنا أسبوع، فإذا تكون الإجابة فقرة جيم أسبوع. أحسنتم. يلا جاي دور مريم ياسين، يلا يقرأ سؤال 23 يا مريم. كم يحتاج الكسر 5 على 9 ليصبح عدد صحيح يساوي 1؟ كم؟ أيوة كم يحتاج؟ يلا كم يحتاج الكسر؟ 9 زائد 4 على 9 يساوي 9 على 9 يساوي 10. أيوة. شطورة يا مريم، ممتازة يا مريم. ما هي الإجابة الحين؟ باء. فقرة باء. وأقدر أنقص يا أولاد يا بنات، أقدر أنقص 9 ناقص 5، أنقص المقام من البسط. 9 ناقص 5 كم الجواب يصير؟ كم الجواب يصير 9 ناقص 5؟ الجواب 4 على مين؟ على 9. إذن نقول 9 ناقص 5 فيصير الجواب 4 على كم؟ على 9. واضح؟ إذن تكون الإجابة فقرة ب. رائع جميل. يلا نرجع من جديد. يلا يا حنين السؤال 24 يا حنين. نعم. اقرأي سؤال 24. أي الأجهزة التالية يساعد على تزويد خلايا الدم بالأكسجين ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون؟ يلا الآن ما هي الجهاز أيضا؟ اقرأي الإجابات كلها علشان نبغى نعرف الوظائف. الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز العظمي العضلي، الجهاز الهيكلي الهضمي. الإجابة باء. الإجابة الجهاز بقى. إيش؟ الإجابة التنفسي. التنفسي جميل، شطورة. يا سلام عليك يا حنين يا مبدعة. أي الأجهزة التالية يساعد على تزويد الخلايا بالأكسجين؟ لأن الأكسجين للهواء ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون، إذا يكون جهاز التنفسي. أما جهاز الدوري وهو خاص بالدم، الجهاز العضلي خاص بالعضلات، الجهاز الهضمي خاص بالطعام، أما الجهاز التنفسي خاص بالهواء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ممتاز ممتاز جميل. يلا مين عندنا؟ أحمد بالصفة مبارك. يلا هذا السؤال أعطتكم إياه الأستاذة ليلى. يلا سؤال 25. تركيب مراحل النمو الإنسان، جهل، رجل شاب، طفل، باء طفل، رجل شاب، كهل، جيم طفل شاب، رجل كهل، دال طفل شاب، كهل، رجل. الإجابة جيم. أحسنت أحسنت، الإجابة فقرة جيم. طفل شاب رجل، طفل شاب رجل كهل. مثل ما ذكرت لكم الأستاذة ليلى، أن لابد أن أعرف الأعمار بالنسبة للطفل، وهو الطفل الصغير، الشاب أيضا أكبر من الطفل، والرجل أقل من الكهل. الكهل دائما يكون عمره في الثلاثينات إلى الأربعين، أما لكن العجوز يصير عمره أكبر من الكهل. إذن هذه طبعا الإجابة صحيحة، طفل وشاب ورجل وكهل. يعطيكم العافية والصحة والسلامة أولادنا وبناتنا، بارك الله فيكم، ما شاء الله أصبحتم مبدعين ومبدعات في حل مسائل موهبة.
نتمنى لكم التوفيق والسعادة. تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعلة، في أمان الله.